Pronto? Caro Dragone, Dragone. محمد ريحاني معكم مرشد ان شاء الله يومي معكم بكره بعد بكره ان شاء الله معلومك هذا المطار هنا اسمه اتاتورك اتاتورك هو مؤسس الجمهوريه التركيه الرئيس المطار الرئيسي بعيد عن مركز المدينه حوالي 20 كيلومتر بس الفندق بتاعكم بعيد عن هنا حوالي 10 كيلومتر بعيد عن الفندق حوالي نص ساعه ان شاء الله نوصل حين نوصل نسلمكم المفاتيح تطلعون ترتاحون اليوم معلومكم بكره في عندنا رحله طبعا مثلا مين بالغرفة من يقعد السلم التسبرت ما بعدكم يعني مثلا شخصين بالغرفة بالشبرة يكونوا التسبرت ما بعضهم مشان يعرف الفندق الصباح الفطور الصباح القهوة من الساعة 7 إلى الساعة 10 بس طبعا نحن الصباح عندنا برنامج الساعة 9:30 إن شاء الله يكون جاهزين أوكي 9:30 ليه حكيت 9:30 ليه 9:30 طيب نعم 9:30 يعني إذا تأخرت 10 دقائق معليش لأن في بكرة برنامج مليح يعني في محلات كتير بعدين ما بنلحق إذا كان تأخرنا كتير يعني إذا صار تأخير بصير مشكلة بالوقت في برنامج متأخر
تستعملوا التليفون الواتساب بدون فلوس شكرا مجانا طبعا هذا النظام بكل المحلات الصباح هل نخرج من الفندق كلكم لازم تاخذوا كارت فيزيت من الفندق كارت فيزيت لان بكره سبحان الله يعطوا الجروب او اذا مشيتوا بعيد عن الفندق اذا ما في عنوان بيتكم ولغه ما في بصير مشكله اذا معكم كارت فيزيت من الفندق اي تاكسي تعطيه يجيبك للفندق سبحان الله اصلا انا اذا ما نسيت انا اعطيكم اخذ من الفندق كارت فيزيت ووزعكم بس اذا نسيت انا انتم ذكروني الله يخليكم مشان ننسى هذا الجروب مشان الله يصير مشكله بالرحله شوف الحرمه كان واقفه على جنب ما شفناها لكن بكره المدينه مدينه اسطنبول كبيره إذا بعدت عن الفندق خمس متر ممكن ما تعرف ترجع صعبة الماء بالفنادق احنا ما بنستعملها للشرب بنستعملها للنظافة إذا عايزين تشرب مشان الشرب تشترون من البكال قرعة ماء تحطوها بالغرفة أصلا في ناس يشربوها لكن فيها كلور كثير يعني حاطين كلور مشان تصير المي نظيفه الماء نظيفه ممكن نمر على البقال ونشتري في عند الفندق قريب الفندق في محلات في بس طبعا انتوا ما معكم فلوس تركي الصباح نحن ان شاء الله بنساعدكم بالصرف الصباح لا تصرفون بالفندق، الفندق بياخذ رخيص كثير. اسالوا انا بسال كمان كم يقول هو. نحن بنساعدكم في مكان ثاني. الجواز لا تاخذه معك، يعني بالرحلة ما يحتاج الجواز. إذا واحد ما بيعمل مشكلة بالشارع، بوليس ما بيسألوا على الجواز. الجواز خليه بالفندق. اليوم طبعا هو بده ياخذ يصوره ما بعرف نظامه كيف ممكن يرجع لك الجواز ممكن يخليه لبكره ما مشكله خليه عنده ما مشكله او اذا اعطاك الجواز حطه بالغرفه في صندوق امانات بكل غرفه حط فلوسك حط الجواز طبعا انا اقول لكم مو مشان تخوفكم روح لندن روح نيويورك روح باريس اذا مش فلوسك كلها بين الناس يسرقوها مو بس اسطنبول اي دوله لان السبب نحن بنقول للجروب خلي احتياجك على جنب احتياجك كان مثلا تصرف 100 دولار او 100 اورو حطه هنا شيل منه تصرف فلوس والباقي خبيه في جيباتك يعني بحل يكون مقسم الفلوس والشنطة الشنطة محل تفتح لا تحط الأقسام محل فيه مثلا تفتح جهة المحل تفتح على صدرك يكون مشان لا يفتحوا الحراميين يعني هنا اسطنبول في حوالي 25 مليون شخص إذا أنا قلت لك كلهم طيبين مش معقولة يعني ما بصير شيء ان شاء الله اتشيها I don't know.
Titanic. Titanic. Biz kendilerine kartları verelim. Sen kim var? Merci. Very nice. Thank you.
Thank you.
شوف القبر شنو هي؟ منظمين وكل شيء. Thank you.
وريني ايش معهم هنا. جروبنا راح وين راح يا جماعة؟ يا جماعة ليش تمشوا من قدامي؟ لا تمشوا من قدام، لا تمشوا، لا تمشوا، امشوا امشوا اطفال من قدام. بصير زويك كل شيء بصير مزيان. انا منك يا بتعصبون على الكلام يعني. لا انا اتراك اتراك عقلهم صعب بس نيشان قلبهم نظيف. Thank you.
Thank you.
طابع ونرمى له بس الطول ثاني صف سنة كرا بيسكي لما أنا قبل أن أجي بيجلس سبعة المرشد ها خليكم انتم مع المرشد هو بس داخلكم خليكم هون من هون تنجموا خليكم انجموا تشوفوا مع تحاولوا تكونوا مع مجموعين باش يوصلكم واحد البلاصه اللي تما تصرفوا عاود تجمعوا اي هو يدير معكم العثمانيين استولوا اسطنبول حولوا البرج للجيش وبعدين في عهد الجمهورية التركية حولوا مطعم 30 مطاعم مقاهي ممكن تروح تطلع فوق تشرب شاي قهوة تتغدى تتعشى كل حاجة موجود في المكان الآن شوي شوي ندخل بالمضيق الفوسفور من وراء بيرلوتي حكينا امبارح بيرلوتي المضيق الفوسفور طول 32 كيلومتر الغمق يختلف من 30 متر إلى 110 متر الوسع يختلف من 700 متر إلى 2500 متر أولاً نشوف قارة أوروبا بنهاية مضيق البوسفور نرجع نشوف قارة آسيا يعني أولاً أوروبا وبعدين آسيا هي النهاية بعدين ننزل نركب الحافلة نروح قصر توب قبل متحف الإسلامي تركيا شبه جزيرة يا جماعة الخير بشمال تركيا بحر الأسود بعض بحر الأسود بيجي مضيق البوسفور وبعض مضيق البوسفور بحر مرمرة الآن على يمين القارب شوفوا بحر مرمرة وبعد بحر مرمرة بيجي الدردنيل يا جماعة الخير بين أوروبا وآسيا ما في طريق ما في طريق في ثلاثة جسور معلق في نفق تحت الماء للسيارات ونفق تحت الماء للمترو بين أوروبا وآسيا أو إذا ما عندك سيارة ممكن تستعمل السفن تروح بين أوروبا وآسيا وفي قوارب لشركة قوارب الشركة كمان 20 دقيقة يروحون بين أوروبا وآسيا قلنا لكم بعد مضيق البوسفور بحر مرمرة مرمر الرخام
الرخام في تركيا اسمه مرمر، في جزيرة في البحر مرمر اسمه جزيرة الرخام، والبحر سموه اسم الجزيرة الرخام. بعد بحر مرمر في قناة ثانية اسمه الدردنيل، بعد الدردنيل بحر إيجا، بعد بحر إيجا بحر أبي المتوسط، بعد أبي المتوسط سوريا، بعد سوريا العراق، شرق تركيا إيران، شرق شمال أرمينيا، روسيا، غرب شمال اليونان وبلغاريا. يا جماعة الخير، اسطنبول العثمانيين كانوا أول عاصمة بورصة، بعدين محمد الفاتح رقم 7 فتح اسطنبول وبنى قصر توركابور، نقل الدولة من بورصة إلى اسطنبول، وبنى قصر توركابور الآن عالتلي على يمين القارب تشوفون قصر العثمانيين عاشوا فيه 400 سنة، 24 سلطان من محمد الفاتح إلى السلطان محمود الثاني، هذا المتحف الإسلامي بيكون. وبعد قصر توركابور البناية الحمراء عليها 4 سمعات، آيا صوفيا، وبعد آيا صوفيا الجامع عليه 6 سمعات، جامع الأزرق المسجد بلو، نحن كله جامع السلطان أحمد، هذول كله نفس الميدان. بعد برنامج مدينة البوسفور نروح بالحافلة للميدان هناك. طبعا يا جماعة الخير اللي عايزين حمام تواليت هنا تحت في تواليت، ولقيت تشرب شاي قهوة نسكب في طولة كل حاجة موجود عنده هنا. طبعا هذا اكسترا بفلوس. انا عارفة تواليت الحمام من ورا يقول تفتح الباب من ورا. القهوة بخمسة ليرة تركي، قهوة تركية، الشاي بثلاثة ليرة تركي، الكولا بخمسة ليرة تركي. أنا بتكلم على الجديد، أهلا وسهلا. عنده بنت
اجى المنجم قال له بنتك صارت حيه وتموت، هو مش هيحفظ بنته، بنى البرج وحط بنته بالبرج. لما جابت لها عنقود عنب في السله عطيتها هي، خرجت الحيه من عنقود العنب لسعت البنت، البنت ماتت. لهذا السبب يقولوا لها برج البنت او برج الفتاه. هذا يا جماعة الخير، أولا بدنا توفيق سوق العثمانيين، أول قصر هنا على اليسار، طبعا المعلومات أكثر شيء على اليسار قليل على اليمين. هذا القصر كان لبناء السلطان عبد المجيد جميلة سلطان منيرة سلطان، بعدين القصر حولوه جامعة، الآن جامعة المهندس سنان تخرج منها كل أنواع المهندسين. هذا المكان شوف جامعة مهندس سنان. فوق الجبل في بناية الخضراء فندق خمسة نجوم اسمه دمرمرة، فندق دمرمرة خمسة نجوم في ميدان التقسيم. قدام فندق دمرمرة البناية البيضاء وراء العالم التركي فندق خمسة نجوم اسمه بوسفورس بارك، بوسفورس بارك خمسة نجوم. الحي هنا اسمه قبطاش على اليسار. هنا في سفن تروح اسطنبول آسيوية، تروح جزر الأميرات، أنتم ما عندكم برنامج جزر الأميرات، جزر الأميرات واسطنبول وقصر جزر، وتروح كمان في جزر داخل بحر مرمرة. الحي اسمه قبطاش، قبطاش معناها الحجرة الغليظة، الحجرة الغليظة قبطاش. آخر محطة الترام اللي بيجي من أقصراي، ترامواي بيجي من أقصراي آخر محطة هنا يوقف. بحر المضيق البوسفور مشهور بسمك الدلفين، تعرفون سمك الدلفين الأزرق؟ طبعا مو كل وقت يطلع حصرة، ممكن بعد شوي نشوف سمك الدلفين، ممكن ما نشوف. جامع استاديون بشكتاش، البناية الخضراء كمان فوق فندق خمسة نجوم اسمه ريتز كارلتون، فندق ريتز كارلتون خمسة نجوم. عطلي
ياسر نور مهند. أعطيكم معلومات 10 دقائق وبعدين خلاص لأن صوت مزعج. شكرا لكم. خلال 4 شهور و 19 يوم 4 شهور و 19 يوم بناها القلعة. 4000 عسكري اشتغلوا القلعة فيها 17 برج، 4 برج كبير 13 برج صغير. هي لم تتحف العثمانيين كانوا يستعملوا الحروف العربي، حروف العربي أول حرف محفظ في سواو الحرفين. من الطيارة بتشوف شكلها زي حرف الميم بالعربي، زي حرف الميم بالعربي دون شكلها. مساحة القلعة 30 متر مربع. جهزها من جيش الإشارية بسلاح الدفاعية. ليش؟ لأن كان في قبائل المسيحيين على بحر خرق أسود مشان يمنع المساعدات، عشان لا يمدوا المساعدات سلاح أو قوات غذائية، منع المرور. دخل الخليج وفتح اسطنبول القسطنطينية. هذا جسر ثاني من وراء جسر ثاني اسمه جسر محمد الفاتح. محمد الفاتح فتح اسطنبول كان جسر اسمه انشأت شركة يابانية. الشركة اليابانية من 1988 طول الجسر 1092 متر، أطول من أول جسر 18 متر. جسر محمد الفاتح يكون الرابع في أوروبا والخامس في العالم، الرابع في أوروبا والخامس في العالم، يكون جسر معلق بسور أحمية. الآن نحن راجعين نشوف قارة آسيا، بحر الأسود بعد التلين، والجسر الثالث بعد التلين من ورا شوية. الآن نشوف فيلاند آسيا. فيلاند بآسيا أغلى من أوروبا، لأن بأوروبا بين الفيلاند والبحر في طريق، هنا ما في طريق، هنا على طول الفيلاند للبحر، على طول الفيلاند للبحر. وهنا الفيلاند الحديثة، هنا كل بنايات جديدة. هنا نشوف الفيلاند، وهنا في قلعة كمان. هناك وادي المكان في مدينة البوسفور بين القلعتين 760 متر. في قلعة صغيرة هنا بناها بويزيد الساعي قارب أربعة من السلاطين، شيخ تحت اسطنبول، بناها من 1393 بس ما غلط تحت اسطنبول، بناها ورجع. هنا متحف، هنا البناية الوردية، مقاعد فرائق للمدرسين. عائلة تركية، قلنا عائلة تركية، عائلة كوتش، وبعدين تجي عائلة صمنجي. عائلة صمنجي بنوها وهدوها. هذول يعملون مدارس، مكاتب، فنادق، مطاعم للبوليس، للمدرسين كذا. إذا بكون بناية معتبرة أسكي معنا هدية من عائلة صمنجي. الآن يا جماعة الخير، هذا القصر قصر صغير، شايفين قصر صغير على اليسار، بناه عبد المجيد صاحب دومو بهجه. حين يجي للصيد يقعد بالقصر هنا. هلا متحف صغير اسمه كتشوكسو، كتشوكسو معناها ماء قليل. عايز يصور قصر نور مهند، يجهز الكاميرا. قصر نور مهند هلا يوقف جنبه. شوف البناية القدامى يخط الأبيض البيضة، بناية البيضة آخر بناية بيضة قدام البناية الحمراء. قصر نور مهند بالتركي اسمه كمش معناها فضة. أي نعم بناية بيضة. نور مهند وينكم؟ لو هنا كان ممكن تكلمونا، بس الله ما هو هنا. أي نعم، هذا قصر نور مهند الذي عملوا فيه المسلسل نور مهند. Thank you.
كل موسيقى، لأن حين بيجوا شباب مغربية بنحط تبكي القصور، بس انتوا الشباب ما ينفع.
Thank you.